في اتصال جديد. الو الو بونسوار. معك فاطمه. ايه تفضلي فاطمه، نعم تحكينا. من الجنوب. من الجنوب، تفضلي فاطمه. اول شيء بونسوار لك لكريستين. نعم. كل شيء عم تعمله. كريستين بالنسبه لي هي ريبورتر نمبر 1، اكيد مش بس الي ولا كثير ناس غيري. نعم. يعني كريستين هيك مش هنقول انها فنانه جامله، يعني انه من اخبار للشعر للفن وبكل شيء بتعمله بتكون نمبر 1. هلا في سؤال كنت عم تسال بس ما سمعته منيح. السؤال برايك من هو المثال الاعلى بالصحافه اللبنانيه بالنسبه لكريستين؟ هل هو الشهيد سمير قصير؟ هل هو الصحافي الكبير غسان تويني؟ او هل هو الصحافي غسان شربل؟ اكيد الشهيد سمير قصير. نعم. ولبعد كم سنه كريستين رح تكون مثل اعلى لكثير ناس ان شاء الله. ميرسي فاطمه. ان شاء الله فاطمه، انا بدي اشكر اتصالك. ميرسي كثير، اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. تحياتنا للجنوب كله، كمان يلي كريستين وجهت له تحيه من شوي. اذا 09 218 233. لا تقول مسافر، لا تقول وتبعد عنا، مش معقول بتضل بقلبي عطول وقلبك بعده احسابي. لا تقول مسافر، لا تقول وتبعد عنا، مش معقول بتضل بقلبي عطول وقلبك بعده احسابي. ناخذ اتصال جديد. الو الو بونسوار. يا هلا، معك وسام قعقوع. اهلا وسام، تفضل. مساء الخير لضيفتك كريستين. شكرا، تفضل. بونسوار وسام. سمعتك حكيتي بكذا موضوع فني وسياسي وامني وغيره. بالنسبه للموضوع الامني بفيضة، اذا الجيش، انا مع احترامي للجيش وانا كنت منتسب للمؤسسه العسكريه، اذا الجيش عم بيقاتل مين بيحمي المدنيين؟ سؤال. ما وضحت الفكرة، كيف إذا الجيش عم بيقاتل من المعركة؟ إذا الجيش عم بيقاتل كان جماعة أحمد الأسير، مين بيحمي المدنيين اللي قاعدين بالبنية؟ ما بدنا نفوت بهيدي الأمور الميدانية، يمكن لا من اختصاصي ولا من اختصاص كريستين، أنا بدي أعتذر منك. طيب. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. كريستين في SMS بينتهي ب 899 عم بيقول حسب ما شايف ضيفتكم تستاهل وبتنحب وبحبك. مرسي. مين ما كنت تكون، بتمنى تراسلني على الفيسبوك على صفحتي هيك بتعرف عليك أكتر. مرسي كتير على الرسالة. لسه ما بنتهي ب 899. أوكي. إذن من نتابع نحن وياكم SMS-اتكم 1073 و 09 218 233، بما تبقى لنا من وقت. نتابع تلقي الاتصالات. الو الو بونجور. كيفك؟ يا هلا يا هلا، كيف صحتك؟ الحمد لله. تحياتي لك ولزميلتك كريستين حبيب. يا اهلا وسهلا. مرسي مدام. بقول لها تغير فكر عن السفر، نحن بلنا مخوخ عبقريين مثل كريستين حبيب وغيرها. كلك ذوق. ما مريد انها تروح من لبنان. نعم. لبنان حلو كثير، واحد بده يصبر ويتحمل، ما عليه. نعم. يضحي الواحد قدام وطنه ان شاء الله. بلا انه تغير فكرة، بس نحن عم نضحي والجيل اللي قبلنا ضحى وجيل الحرب ضحى، يعني مسير التضحيات من اجل لبنان، على امل انه
يجي يوم ونلاقي له هيدا اللبنان يلي كلنا بنحلم فيه. تحياتي لمدام دعيبس. نعم. وتحياتي لكل ستات اللي بيحبوا لبنان الحر. نعم. ولما بدها تصفح نفسي هيك عن راسها تجي على لبنان الحر كريستين كأنها سافرت وسافرت. أنا بدي أشكر اتصالك، أهلا وسهلا فيك، شكرا. شكرا لك كريستين رونالدا. عم بتقلك أنت من أهم وأعظم الريبورترز بلبنان، أنت ويومنا فواز وجويس عقيقة، الله يحميكم لأنه عم تعرضوا حياتكم للخطر. مرسي رونالدا وتحية ليومنا وجويس. منحييهم كمان كل الزملاء بكل القنوات التلفزيونية. يمكن بقى معنا كتير وقت، بدي أقول أنه مثال، من هو مثالك الأعلى في الصحافة اللبنانية؟ سألت أنت مين المثال الأعلى، سمير قصير، غسان توينة أو غسان شربل. أنا بدي أقول أنه كلهم هن الثلاث أسماء أمثلة عليا بالنسبة لألي، بس بيتميز عنهم سمير قصير، ويمكن كتير ناس بيعرفوا قديش بيعني لي سمير قصير، اللي ما وفر شيء كرمال الكلمة الحرة وكرمال إيمانه بلبنان والوطن العربي. سمير قصير الشهيد هو مثال الأعلى وإله مكانة كتير خاصة بقلبي، ويمكن هو السبب الأساسي اللي خلاني خد مجال الصحافة. نعم، تحية لإله، لروحه. لروحه أكيد، كمان هو كان أستاذي بالجامعة ميالك، و ثلاث أشهر بفتكر أو أربعة أشهر كنت أخذ مادة ولولا يومين الجامعة اليسوعية. على كل حال أنا بدي أشكر وجودك اليوم معنا كريستين، بدي أشكر كل يلي اتصلوا، بدي أشكر كل يلي بعتوا لنا الأس أم أسات، بدي أقول لك مرسي. النهار أحد كان كتير حلو اليوم برفقتك، بالرغم من التعب بعرف وعي كتير بكير كنت بالتلفزيون، دليتي جاي لعنا على الإزاعة. أنا بدي أشكرك عن جديد، كلمة أخيرة. أنا بدي أشكرك بيير، وبدي أشكر بيير على الإخراج الإزاعي، بدي أخرج كل أشكر كل اللي اتصلوا وكل اللي بعتوا رسائل، ومبسوطة أنه كنت باستضافة لبنان الحر، هيدا أول مرة بزور الإزاعة. أنا بدي أشكرك، ورح نختم مع فيروز طليت عبعلبك، على أمل نرجع نلتقي كلنا ببعلبك السنة الجاية، وما تكون كريستين سافرت وغادرت لبنان. على أمل اللقاء الأسبوع المقبل، لكم أطيب تحياتنا بيير خاطر وبيير البيع، وإلى اللقاء. أنت وراجع بآخر الويكند، أنت ومزور ببعجقة السير، أنتوا مرتاحين أو عم تتمشوا أو بعد الغداء، لاقونا ورافقونا على الطريق. على الطريق، على الطريق بس مباشر معكم ولكم، كل أحد بين 3 و4:30 بعد الظهر من لبنان الحر مع بيير البيع. ناطرينكم، انطرونا.